هناك قصة أهم عليك الاستماع لها. قصة أهم؟ أسمع يلا. القصة جادة. أوكي نسمع يلا. السلام عليكم. أهلا وسهلا حياك الله. سمعت إنه صارت عندكم حالة لبنتك؟ أعرف فاطمة صار لها سنتين العام شهر الثاني بداية شهر الثاني سخنت وناها الطبيب فحصل قدمها الثاني بعد لازم نسوي لها زراعة تأخذها من واحد يطابخها من إخوانها من خواتها رجلي يعني ما قدرت شيء بقت بس إبرة واحدة وحطنا لها 13-year-old Fatima has leukemia يعني صار العلاج الكيميائي مو كافي بالنسبة لها تحتاج إلى عملية تبديل نخاع عظم هي هاي شعلات النار نقدر نشوفها من مزرعتنا يطلع منها الدخان Fatima lives in an area of southern Iraq surrounded by gas flaring. But a leaked Iraqi government report states that pollution has led to a 20% rise in cancer. اللي فهمته انه فاطمه اللي عمرها 13 سنه بها سرطان بالدم بسبب التلوث وتحتاج الى عمليه زراعه نخاع حتى تبقى على قيد الحياه. وقبل لا تكمل السفينه القصه ما قصه فاطمه خلينا نفهم اول شيء وين واصل التلوث بالعراق. مؤشر جديد ومفزع اقرت به وزاره التخطيط الحاليه يشي بوضوح الى كارثه التلوث البيئي في بغداد. الهواء الذي يتنفسه العراقيون بات يسبب مختلف الامراض التنفسيه والفسيولوجيه كما يشير المختصون. بغداد احتلت المركز الاول بمعدل انتشار الغازات السامه. يحتل العراق المرتبه العاشره ضمن الدول الاكثر تلوثا في العالم وفق احدث تقرير دولي. وبين التقرير الى ان الغبار في العراق يحتوي على 37 نوعا من المعادن ذات التاثير الخطير على الصحه العامه، اضافه الى 147 نوعا مختلفا من البكتيريا والفطريات التي تساعد على نشر الامراض. والتي تؤثر سلبا على صحة الأفراد زي على الأقل خلي نفتهم مصدر التلوث منين انبعاثات مجهولة المصدر ظهرت في ناحية أم قصر غربية محافظة البصرة شفت أكو سحابة حقيقة تغطي المدينة نتيجة استخراجات النفطية وبالتحديد نتيجة الآبار يعني الكويتية المعادية لحدود أم قصر قسم من أبناء المدينة يعني نقلناهم للطوارئ عامل التلوث الهواء اللي صاير بالعراق هو عامل خارجي مو داخلي أصدقائي بالحكومة العراقية ضابطين شغلهم على الرغم من أنها تمثل عصب الاقتصاد في العراق فإن حقول النفط والغاز في البصرة هنا تسبب مشكلات بيئية عديدة جراء التلوث الناجم عنها طالبت مفوضية حقوق الإنسان في العراق إنقاذ المحافظات الجنوبية من التلوث الناجم عن النشاطات النفطية مشاعل الغاز وحدها المسؤولة عن ارتفاع معدلات السرطان بنسبة 20% أثبتنا بالدليل العلمي مدى ارتباط هذه الإطلاقات الهيدروكربونية الغير مسيطر عليها بتزايد الحالات الأمراض السرطانية في محافظة البصرة تسجل ناحية القيارة جنوبية الموصل حالات اختناق بانبعاثات الغاز المصاحب من مصافي النفط زياد وتيرة الحالات السرطانية بمعدل من 600 إلى 800 حالة شهريا الاقتصاد معتمد على النفط فعاد تضحي لك مليونين ثلاثة يروحون في دول التلوث والأهم الحكومة العراقية قاعد تحرق غاز عراقي وتعيش عراقيين وتقتل عراقيين أعمدة الدخان تعانق السماء في بغداد حيث معامل الطابوق الكثيرة وحرق النفايات في مواقع التمر الصحي وخارجها حيث يتم إحراق النفايات من قبل جهات مجهولة ما يتسبب باختناق الأسر الساكنة بالمنطقة بارحة يعني صارت عندنا حالات اختناق للمناطق المجاورة محاذية للتمر الصحي اللي هي حي الزهور وحي الأسرة والأسمدة شوف انت تتحمل دخان النفط والغاز لانهم عيشك وحاميك وتتحمل دخان الزباله انها زبالتك اصبح من الضروري الاخذ بعين الاعتبار الاثار المدمره لليورانيوم المنظم المستخدم من قبل قوات التحالف ضد العراق بصره تعاني من عده انواع من التلوث اولا التلوث الناجم عن القصف بالقذائف المطليه باليورانيوم المنظم هناك بعض المخاطر غير مرئيه بالعين المجرده ولكنها اخطر بكثير مما تراه العين انا اتحدث عن الاشعاع هذا هو مفاعل الرابع عشر من تموز هنا الأرض الأكثر تلوثاً والموت الذي ينتشر على هيئة إشعاعات نووية ليبقى مفاعل التويثة واحداً من أهم أسباب السرطان ويظل مكشوفاً دون إجراءات صحيحة لردمه وتخليص الناس من إشعاعاته الضارة إيش يعني إشعاع؟ وذا إشعاع؟ العراقيين يقلبون حياتهم على مود إشعاع هناك تواطؤ حكومي وأنا أقول هناك تواطؤ حكومي في هذه القضية من عدة نقاط أولا هناك
وثيقة مسربة في زمن حكومة عادل عبد المهدي توصي بعدم الإدلاء بأي تصريح للإعلام أو لغيره بما يخص موضوع السرطانات. الحكومة العراقية كالعادة تثبت أنها تسبق المواطن بخطوتين. يعني شنو الفائدة من نشر الأخبار السلبية اللي تدعو للهلع والفزع تجاه مشكلة غير مرئية أصلاً؟ أنت بحياتك شفت السرطان؟ بعينك هاي شفت السرطان؟ لا، إذن السرطان ما موجود. وللتأكيد من واحد يصير بي سرطان لا تقول صار بي سرطان، تقول صار بي ذاك المرض وخلص. أنت راح تتلقح تلقائياً لأن ما راح تحشي بالموضوع اللي هو أصلاً ما موجود، اللي أنه أنت لابسي. والسرطان هو أصلاً من يلبس راح ينحرج ويحس أنه ما مرغوب بي ويروح لبيتهم واحدة هيجي. اسكتوا لا تحشون الموضوع. اسمح لي يا أحمد أن أكمل لك قصة فاطمة. هذا توفت بي Fatima lost her life to leukemia. يجون يقولون لها شنو تردين ذول المساعدين؟ كل ما اريد بس اطيب، كل شيء ما اريد. فاطمة ماتت. هاي شعلات النار. نقدر نشوفها من مزرعتنا. يطلع منهم دخان.